صباح الخير على حضراتكم، اهلا بيكم مره تانية. دلوقتي جه ميعادنا عشان نتعرف على درجات الحراره في محافظات مصر المختلفه ونتعرف على حاله الجو النهارده هتكون عامله ازاي، وده بحسب توقعات خبراء هيئه الارصاد اللي بيتوقعوا انه النهارده هيكون في انخفاض طفيف في درجات الحراره وهيكون في طقس مائل للحراره على القاهره والوجه البحري وشبوره خفيفه الصبح، الرياح تكون معتدله وتنشط في بعض الاحيان، اما السواحل الشماليه فهيكون الطقس لطيف فيها والرياح هتكون نشطه. الخبراء كمان بيتوقعوا ان شمال الصعيد هيكون في الجو حر، جنوب الصعيد الطقس هيكون شديد الحرارة، وبالنسبة للرياح هتكون معتدلة وهتنشط في بعض الأحيان على شمال الصعيد. بالليل الخبراء بيقولوا إن الطقس هيكون مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وهيكون الطقس مائل للبرودة على شمال وجنوب الصعيد، هيكون الطقس لطيف. هنتعرف دلوقتي على درجات الحرارة بالأرقام، وهنبدأ مع حضراتكم من القاهرة اللي درجة الحرارة العظمى فيها هتكون في القاهرة 34 والصغرى هتكون 20، اسكندرية العظمى 28 والصغرى 22، مرسى مطروح العظمى 26 والصغرى 21، أما بورسعيد فالعظمى 27 والصغرى 23، دمياط العظمى 27 والصغرى 22، الإسماعيلية العظمى 34 والصغرى 20، السويس العظمى 34 والصغرى 21، بالنسبة للعريش فالعظمى 28 والصغرى 18. لسه مكملين مع حضراتكم، هنروح طابة للعظمى فيها 35 والصغرى فيها 19، سانت كاترين العظمى فيها 30 والصغرى 18، شرم الشيخ العظمى فيها 37 والصغرى 27، أما بالنسبة للغردقة فالعظمى 37 والصغرى 26، الفيوم العظمى 36 والصغرى 23، بني سويف العظمى 36 والصغرى 23، المنيا العظمى فيها 36 والصغرى 23، أسيوط العظمى 37 أما الصغرى فهتكون 24. لسه مكملين مع حضراتكم، هنروح سوهاج العظمى فيها 37 والصغرى 25، قنا العظمى فيها 41 والصغرى 26، الأقصر العظمى فيها 42 والصغرى 27، أسوان العظمى فيها 44 والصغرى 29، ودي أعلى درجة حرارة موجودة في أسوان هتكون العظمى فيها 44، الوادي الجديد العظمى 41 والصغرى 28، أما حلايب آخر حاجة معانا في العظمى فيها 34 والصغرى 27. كده تعرفنا على درجات الحرارة وعرفنا الجو هيكون عامل ايه النهارده. دلوقتي هناخد